أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن الكويت من رائدات الدول التي اهتمت على المستويين الرسمي والأهلي برعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة. تصريح الوزير الجبري جاء خلال افتتاح الملتقى الخليجي للتوحد الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف والذي يستمر يومين. تحت رعاية وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الخليجي للتوحد الذي ينظمه مركز الكويت للتوحد التابع للأمانة العامة للأوقاف. وفي كلمة له بافتتاح الملتقى أكد وزير الأوقاف أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تنال اهتماما كبيرا في الكويت. لقد برز دور الوقف في رعاية المعاقين والفئات الخاصة والمصابين بالتوحد من خلال تأسيس الأمانة العامة للأوقاف لمركز الكويت للتوحد عام 1994 بالتعاون مع وزارة التربية وأهل الخير، والذي أصبح أحد أكبر مشروعات قطاع المصارف الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف، وتزخر له الجهود والإمكانات ليقوم بمهماته وأعبائه على أكمل وجه. من جهته أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجراهمة إن فئة المصابين بالتوحد نالت نصيباً وافراً من اهتمام الأمانة. نالت فئة المصابين بالتوحد جانباً كبيراً من اهتمام الأمانة، حيث لم تكن هناك مؤسسة حكومية أو شعبية تحتضنهم، فأنشأت في عام 1994 مركز الكويت للتوحد بالتعاون مع وزارة التربية. مشاركون في الملتقى أكدوا أن نسبة الإصابة بالتوحد زادت بمعدلات كبيرة خلال 30 سنة الماضية، حيث تؤكد دراسة أمريكية أن نسبة الإصابة بلغت 1 لكل 50 طفل حاليا. فمن أكثر من 30 عاما كانت النسبة العالمية للإصابة بالتوحد 4 أطفال من كل 10,000 طفل. وفي دراسة أمريكية حديثة أشارت إلى أن معدل الإصابة بالتوحد طفل من كل 50 طفل، وحددت الدراسة أن النسبة تزيد 10 أضعاف في كل 40 عاما. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين رؤساء وممثلو الرابطة الخليجية للتوحد بمراكزها المتعددة في دول الخليج، وبمشاركة رموز اجتماعية وخيرية ناشطة في مجال التوحد على الصعيدين الإقليمي والدولي.